كده نطبخها مع بعض. غريبة. ازيكم عاملين ايه؟ معاكم استاذ سيد. فيديو النهارده بيتكلم عن هعمل بيتزا من غير عجين. تمام، كنت قاعده كده زي البني ادمين قدام التلفزيون. المهم ان جه اعلان بيتزا الله يسامحهم الساعه 2 بالليل. تخيلوا بيجيبوا اعلان بيتزا الساعه 2 بالليل. المهم نفسي جت عليها وحسيت ان انا عايزه اكل بيتزا دلوقتي، وفتحت التلاجه عشان اكل اي حاجه. لا انا حسيت ان انا عايزه اكل بيتزا. فالمهم ان انا قررت ان انا اعمل بيتزا من غير عجين، لان لو انا عملتها بعجين هتقعد كتير جدا عقبال بقى ما تتفرد وتتطبخ، وكمان علشان اهم حاجه فيها تتخمر. فلقيت ان انا هعمل حاجه 5 دقايق بس. يلا بينا نشوف الفيديو بسرعه. المقادير ايه بقى؟ هنجيب بيضتين وزيتونتين وفلفلتين، بضحك عليكم، وربع فلفلين بس عشان ايه النغمه خدتني. وهنجيب شويه مشروم صغيرين. لو عندك جبنه رومي اهلا وسهلا، ما عندكيش خلاص هنجيب شويتين موتزاريلا. وهنجيب ملح وفلفل طبعا عشان انا انسانه عمليه، فالملح والفلفل مع بعض اهو عشان ايه ما نوسخش اطباق اكتر من كده. بص انا هغسل كام طبق، 1 2 3 4 وسكينه كمان. يلا بقى نشوف هنعمل ايه. هنضرب البيض. شايفين الاختراع ده؟ اول مره اجربه، حلو قوي. حلو جدا. بص بقى هنحط الفلفل، ماشي، وهنحط رشه، افتح يا تنحى، هنحط رشه ملح بفلفل كفايه. هنجيب المعلقه، فين المعلقه؟ اهي. هنجيب انت بقى ايه كده، انت بقى خلص. هنجيب بقى المعلقه، في ايه، هنجيب المعلقه ونقلب كده. هنحط نقطتين زيت وهندلق كده بقى ايه الزيتون، ونحطه على الوش كده كده اهو بيستوي عادي. نحط ايه الزيتون، تعال انت جنبي، هنحط الزيتون على الوش. بص انا مقطعاه كده علشان ايه يبقى قطع صغيره. انا اصلا كنت جايبه الزيتونه اللي هي كامله، بس ايه عملت مجهود اضافي وقطعته. هنجيب المشروم ونحطه كده. عندك زيتون حط، ما عندكيش ما تحطيش. هنحط برضو المشروم كده. عندك مشروم حط، ما عندكيش ما تحطيش. هنحط الموتزاريلا. عندك موتزاريلا حط، ما عندكيش ما تحطيش. اما هتحط ايه، اما البيتزا تتعمل ازاي؟ هتبقى بيض اومليت يا جماعه عادي، هي هتبقى كده بيض اومليت وتعمليه وتاكليه. هتحرمي نفسك يعني، احرم نفسنا عشان ما عندناش الحاجات دي. بصوا انا كده عملتها. المفروض بقى ان انا هعمل ايه، هغطيها واغطي عليها 5 دقايق ماشي، عشان بس اللي على الوش ده كله يسيح ويستوي مع البيتزا. يجي بقى وقت الغطا الجميل ده. طبعا الطاسه ما لهاش غطا، فانا حطيت غطا حله محترم غير جيت فيه شرف معانا. شايفيني؟ هاي، السلام عليكم. تعال نشوفها مع بعض كده. دلوقتي عدى دقيقة لسه، نفتحها كده دلوقتي. ايدي بتاع سخنت اهي، قربت تستوي، ناقص لها فنتو ثانية وتستوي. نفتحها تاني، نفس الحركة، نفس الغباء، نفس الغباء اهي. هي كده استوت خلاص، نشيلها بقى. تعالى بقى ايه نصورها تصويرتين كده، مرة كده مرة كده مرة بقى من الزاوية اللي تحت دي. تعالى بقى ايه نقطعها من بتاعت البيتزا. انا قلت بيتزا يبقى لازم نحترمها ونقطعها من بتاعت البيتزا. طبعا لو اتحطت في طبق ابيض يبقى جميل، بس انا ما عنديش طبق ابيض. بصوا سخنة. تعالوا كده ندوقها مع بعض، تعالوا كده ندوقها مع بعض.
طعمها يشبه البيتزا، مش بيتزا بس يشبه البيتزا، حلوة بجد. هجيب بقى رغيفين عيش واكلهم، عشان لو كلتها كده طبعا كأني كلت الهوا. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنغسل المواعين، يلا بينا. عرفتوا ليه انا مش بحب اعمل فيديوهات طبيخ كتير؟ عشان بغسل المواعين، وانا ما بحبش اغير المواعين. لو عجبك الفيديو اعملي لايك واشتراك، وتابعيني الفيديوهات الجايه، وما تنسيش اللايك واشتراك، تابعيني الفيديوهات الجايه. يلا باي باي.